تعالوا نشوف السؤال ده بقى مع بعضينا. 12-year-old boy with the poor living conditions presents with fever, headache, sore throat, and weakness. يعني طفل عنده general constitutional symptoms كده, fever, headache, sore throat, and weakness for the past 5 days. احتمالات كتيرة. And a cough with sputum and threads of blood for a day. بدأت يجيله ايه تقلب بكحة وفيها threads of blood. ده مشهور جدا, حالة ممكن chest infection وممكن احتمالات اخرى زي ما هنشوف. الphysical examination shows temperature 38.5, يعني فيه شوية fever, و erythematous throat, يعني واضح ان هو عنده throat affection جامد. And stable vital signs. يبقى في شكل واضح fever, headache, sore throat, وفي الexamination بين ان erythema في الthroat, وبيكح ايه, وفي sputum, ومعرق ايه بدم او hemoptysis. Urine analysis shows RBCs. دخلنا هنا في موضوع تاني بقى. احنا كنا بنتكلم في اللنج, وبعد شوية بصينا على اليورين لقينا مع اللنج افكشن ده وانها افكتد بالطريقة دي, لقينا معاها كمان اليورين في RBCs والبروتين بلس كمان, يعني كمان في بداية جلوميرولار ايه ها افكشن, في تأثير في الجلوميرولاي بالإضافة ايه لللنج. يعني عندنا كونديشن واضحة في اللنج وجنرال كونستيوشنال سيمتومز وحاجة في اللنج سبيوتم ومعاه بلد, بس الكيدني دي ها تخليني ادخل في طريقة تفكير تانية. دي مش لونج انفكشن عادي, دي كونديشن مأثرة في الكيدني وعاملة بروتينوريا وعاملة هيماتوريا. البلود تيست شو انكريز ليمفوسايتس. ده هنا بقى ايه دخلنا برضو ايه دي بتساعد شوية في التشخيص. تي بي سكين تيست از انسرتن, وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس. هو شوفوا بالنسبة للأطفال ده يبقى في جنراليز كونستيوشنال سيمتومز كده وحاجة في اللنج كف وهيموبتسيس ومعاها بايلاترال بالمونري انفلتريتس والكيدني مضروبة بجلوميرولار افكشن في هيماتوريا وبروتينوريا, دي على طول تمشي مع تشخيص حاجة اسمها الويجنر جرانيوماتوزيس او جرانيوماتوزيس ويز بولانجيتس. Polyangiitis يعني في الـ vessels, وgranulomatosis دي اللي هي اسمها القديم Wegener granulomatosis, بتبقى lung وايه affection ومعاها الجلوميرولاي برضو ايه affected ايه في نفس الوقت. الحتة دي مع بعض لما الاقي lung والجلوميرولاي مضروبين مع بعض افكر في good partial syndrome اللي شفناه اللي معاها linear ايه deposits ايه في immunofluorescent studies, وبتيجي في old مش old يعني middle 36 years حتى young يعتبر male وسيجرت سموكر اللي شفناها الحالة اللي فاتت. لكن هنا حالة في طفل وفيها pulmonary renal affection glomeruli في بروتينوريا وهيماتوريا ومع diffuse pulmonary infiltrates وهيموبتوسيس, دي تمشي مع الجرانيولوماتوزيس with polyangiitis أو الويجنر ايه جرانيولوماتوزيس. يبقى هذه الحالة اتجاهنا ان ها والليمفوسايتوزيس او الليمفوسايتس العالية تمشي برضو مع ايه تشخيصها. حالات الويجنر جرانيوماتوزيس ايه الفيتشرز اللي قلناها دي تيبيكال بتاعتها اللي بتبقى اسوشيتد مع انفلاميشن في البلود فيسلز في النوز والساينسز والثروت واللنجز والكيدني. يعني العيان لو سألك ايه الانسجة تقول له النوز والساينسز والثروت واللنجز والكيدنيز ممكن يبقى انفولفد فيها. هنا عندنا الثروت ها كان محمل واللنجز والكيدنيز ايه مضروبين, كتير منهم بيجوا بالساينسز كمان. early diagnosis and treatment of granulomatosis with polyangiitis او الويجنر granulomatosis might lead to a full recovery. Without treatment the condition can be fatal. يعني we are talking about a serious condition. طفل عنده 12 سنة أصيب بحاجة في اللنج وهيموبتسيس وبالمونري انفلتريتس ومعاها ها بروتينوريا وهيماتوريا الاثنين مع بعض ها والليمفوسايتس عالية تمشي مع ويجنر جرانيوماتوز. طبعا في وسائل أخرى في التشخيص ولكن ونس خلصنا تشخيصها العيان ده ممكن ننقذ عمره لانها كان بي فيتال لو اتثابت, وفي نفس الوقت العلاج رائع جدا ها
ممكن تحصل فول ريكفري بالكورتيكوستيرويدز مع السايكلوفوسفامايد. دول الايه الساحر، السايكلوفوسفامايد مع الكورتيكوستيرويدز دول هنا اهوت، او اذر ايمينو سبريسيف دراجز على حسب ايه السيتويشن. في ريسنت ستاديز فاوند ذات الريتوكسيماب واز از افكتيف از سايكلوفوسفامايد فور تريتينج سيفير اكتيف ويجنر جرانيوماتوزيس او الجرانيوماتوزيس ويز بولي انجايتيس. وجدوا بعض السيتوتوكسيكس الاخرى والادويه الاخرى ممكن تساعد زي الريتوكسيماب، ولكن الجولد ستاندرد بتاعنا في علاج الويجنر جرانيوماتوزيس اللي بتيجي اهو في سن ممكن صغير معاها الساينسز ممكن تبقى افكت، هي ما جاتش الحاله كده ولكن ممكن يبقى معاها اللنج الكيدني جلوميرولوباثي مع لنج انفلتريتس، حاله ممكن تبقى فيتال لو تركت ولو اتشخصت صح ومعاها الليمفوسايتس عاليه، لو اخذت كورتيكوستيرويدز وسايكلوفوسفامايد ممكن تنقذ حياه هذا الانسان. وهنا اكزامبل ليه كيفيه الويجنر جرانيوماتوزيس ممكن تافكت ايه تيشوز كتيره اللي اهو الساينسز قلنا ولنج انفلتريتس والكيدنيز، وادي اهو لنج انفلتريتس في حاله ايه ها ويجنر جرانيوماتوزيس او بولي انجايتس ال جرانيوماتوزيس وسبولنجايتس، معذره اللي هي الويجنر جرانيوماتوزيس متعود على الاسم الايه التقليدي يعني، ولكن هي اتغير الاسم يعني دلع اعتبروه جرانيوماتوزيس وسبولنجايتس. فبتيجي جرانيوماتوزيس وسبولنجايتس دي في اماكن كثيره منها اللارينكس منها التراكيه ممكن اللنجز الكيدنيز، وادي ديفيوز انفلتريتس وبتبقى ايه الارتريز ايه بولنجايتس ايه فيها ايه واضحه. برضو من الحاجات الجميله ان احنا بنقارن ما بين شكل الديفيوز انفلتريتس بتاعه الجود باشر سندروم اللي احنا لسه شايفينها اللي هي انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين ديزيز والجرانيوماتوزيس وسبولنجايتس اللي هي ويجنر جرانيوماتوزيس. في الجود باشر سندروم بيبقى ديفيوز الانفلتريت شايفينها بالمنظر ده، ها حاجه ديفيوز كده واخده ايه لير، دي هنا مور ايه بارتيكولات يعني تلاقيها ايه شويه الانفلتريتس واخده شكل اجزاء شويه. فالويجنر جرانيوماتوزيس اللي هي بيبقى معاها ساينوسايتس ومعاها ثورس روت لنج افكشن كيدني افكشن هيماتوريا وهيموبتسيس، دي برضو معاها هيماتوريا وهيموبتسيس بس دي انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين ديزيز بتحتاج بلازما فريسز، الديفيوز انفلتريتس بيبقى بالشكل ده، ولكن هنا ها الويجنر جرانيوماتوز او جرانيوماتوزيس وذ بولانجايتس بتبقى ايه الانفلتريشن كده هوت ايه شكل واخد شكل ايه مختلف خالص، دي انا بس بتساعدنا ايه على التفرقه. ونشوف السؤال اللي بعد كده باذن الله.